في المورا 12 نزل بخاصيه جديده ممكن تقضي على شغلك كفيديو ايديتور. انا دلوقتي نزلت البيتا فيرجن من في المورا 12، عملت لها سيت اب وده الشكل اللي بيظهر معايا، مش مختلف كتير عن في المورا 11، لكن لو لاحظنا هنا هنلاقي فيه عدد من الادوات الجديده، والاداه اللي انا خايف منها او معرفش خوفي ده في محله ولا لا هي الاداه دي سايلنس ديتكشن. تعالوا نجربها مع بعض ونشوف الموضوع عامل ازاي. ده فيديو مثلا انا كنت شغال عليه من فتره وعملت له يعني التقطيعات بتاعته، ناقص بس ان انا اضيف الانسرت. ده بقى اللي لسه ما تعملوش كات، فانا هاجي هاخد هذا المكان وهضيف الفيديو اللي من غير تقطيعات هديه الفيلمورا. هاجي هنا هيديني بعض الاعدادات، طبعا عشان انا جربت من شويه فعندي خلفيه ممكن ايه الاعدادات اللي تكون يعني شغاله كويس، فانا هعدل بس حاجات بسيطه، لكن انت ممكن لو عايز تجرب من غير ما تحدد من غير ما تعدل اي حاجه هيشتغل معاك زي الفل. دلوقتي هبدا ان انا ادوس ستارت او ريستارت على حسب انت غيرته ولا لا. هسيبه دقيقه دقيقتين ثلاثه على حسب مده الفيديو وهرجع له بعد شويه. انا دلوقتي ما بعملش اي حاجه، انا دلوقتي سايب الجهاز هو بيتعامل. شوف دلوقتي الذكاء الاصطناعي والاي اي هيعمل ايه. A few moments later. زي ما احنا ملاحظين تحت وعمال يعمل شويه حاجات تحت، تعالوا كده نشوف النتيجه عامله ازاي. طبعا زي ما احنا ملاحظين الموضوع خد منه بالكتير دقيقتين، كانت 44 دلوقتي 46، فدقيقتين دقيقتين وحاجه، والفيديو ده كله متصور في 20 دقيقه. طيب تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل. لا يا عم، بعد ما اشتريت النضاره دي اللي هي الميتا كويست 2 من مصر هنا بسعر 4000 جنيه. بعد ما اشتريت بس النضاره دي اللي هي ماشي وقف مش وقف، انا استنى النوت. طبعا انا هنا غلطت شويه اكتر فانا ممكن اسكيب لقدام شويه. بعد ما اشتريت الكويست 2 بسعر 4000 جنيه ازيد من سعرها الى ايه؟ شغال؟ تمام والله. طبعا هنا عشان انا بتكلم مع احمد اللي واقف ورا الكاميرا فهو بيقدر يديتكت ده. تعالوا كده نشوف. بعد ما اشتريت الميتا كويست 2 ب 4000 جنيه ازيد من سعرها الاساسي، وبعد كده بعد ما اشتريت الميتا كويست 2 بسعر 4000 جنيه ازيد من سعرها الاساسي، وكمان ماك بوك برو باعلى $500 من السعر الاساسي بتاعه. متخيلين هو عمل الكات دي؟ اي انا نفسي بكسل اعملها. $500 يمكن ما جابهاش قوي عشان انا مديله هنا السوفتنينج بافر ده جزء كبير شويه، لكن عادي انا ممكن اجي اعمل كده هنا اعلى $500 من السعر الاساسي بتاعه. قررت ان انا مش هشتري اي اجهزه من مصر نهائيا. قرار زي ده هيخليني محتاج ان انا الاقي طريق. تخيل بقى لو انا جيت عامل دول انفيزيبل ماشي وجيت جاي كده هنا. بعد ما اشتريت الميتا كويست 2 بسعر 4000 جنيه ازيد من سعرها الاساسي، وكمان ماك بوك برو باعلى $500 من السعر الاساسي بتاعه، قررت ان انا مش هشتري اي اجهزه من مصر نهائيا. قرار زي ده هيخليني محتاج ان انا الاقي طريقه. طيب انت متخيل بقى هنا انه الذكاء الاصطناعي بدا ان هو يشوف الويف فور، بدا يشوف كده الصوت فين انا بتكلم وفين انا ساكت، وبدا ان هو ياخد الاماكن اللي انا بتكلم فيها دي ويخليها موجوده في الفيديو، وانا بقول له بقى ايه يعني بدايه هذا، يعني يعمل القط فين بالظبط، يسيب مده قد ايه ما بين ان انا بدات اتكلم وما بين ان انا كنت ساكت. فتخيل ان انا عملت يعني القط، طبعا هي مش 100% بيرفكت ومش مش افضل حاجه، ممكن برضو نعدي على باقي الفيديو ونشوف ده مع بعض. عملت جزء كبير جدا من القط في كده في دقيقتين وانا ما بعملش اي حاجه، بشرب كوبايه الشاي مثلا او كده، وبعد كده اروح انا الحتت اللي هو عملها غلط احذفها، لو حتت مثلا عمل قط فيها طويله شويه ممكن انا اقصرها والعكس. فده شيء لطيف جدا، بس هل ده بقى يستبدل الفيديو اديتور ولا لا؟ مش عارفين، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له في الاخر. تعالوا بقى كده نشوف على اللي انا كنت عامل له قط. انا طبعا هنا ضايف بعض الحاجات فاحنا هنبص بس على التقطيعات تحديدا. بعد ما اشتريت الميتا كويست 2 بسعر 4000 جنيه ازيد من سعرها الاساسي، وكمان ماك بوك برو باعلى $500 من السعر الاساسي بتاعه، قررت ان انا مش هشتري اي اجهزه من مصر نهائيا. قرار زي ده هيخليني محتاج ان انا الاقي طريقه تكون مناسبه اقدر اشتري منها الحاجات اللي انا بحتاجها لكن من بره. لو بصينا هنا طبعا الكاتس هنا اخذت مني وقت طويل ان انا اقعد 18 دقيقه واخد الحتت الصح واعيد واكرر وكده، الموضوع خد مني وقت طويل. لو بصينا على كواليتي التقطيع، لو حد شغال اوريدي في مجال الايديتنج هيدرك الحته دي. يعني مثلا لو بصينا على الجزئيه اللي كانت هنا، قررت ان انا مش هشتري اي اجهزه من مصر نهائيا. قرار زي ده هيخليني محتاج ان انا الاقي طريقه. لو لاحظنا في الجزء ده بتاع انا مش هشتري اي حاجه من مصر نهائيا، قرار زي ده هنلاحظ انه انا سمعت نهائيا بس في نفس الوقت ما فضلتش موجود في الشاشه كتير. يعني لو جينا برضو نقارنها بهنا مصر نهائيا، قرار زي ده هيخليني محتاج زي ما لاحظنا جيت انا كده في الجزء ده فضلت موجود في السكرين فتره. فانا مثلا في الفيديو الثاني انا عامل كات ومدخل الصوتين على بعض شويه فنهائيا بتكمل، لكن انا طلعت بره السين وبدا يخش على المشهد اللي بعده. فالاي اي ما عملش الحته دي، هو بيكات يعني كده عند يعني خلاص ما بين الفيديو الاول والثاني وخلاص، ما فيش
ما بيعملش ما بيدخلش اتنين في بعض زي ما احنا بنعمل. ودي تريك بالمناسبه بنعملها في الايديتنج بحيث نخلي يعني الفيديو يكون الطف وكده بالذات في الحتت بتاعه التقطيعات. طيب ايه بقى الفايده من فيتشر زي كده؟ يعني انا شايف ان الفايده انها هتساعدني شويه ان انا بدل ما اروح اقطع الحتت اللي هي الصغيره، لا هي هتختصر عليا المجهود ده في الاول. وحتى زي ما احنا شايفين الحتت مثلا انا غلطت فيها هي موجوده، فانا ممكن ابدا لو انا مثلا عملت اكتر من انتيك، يعني قلت الحاجه اكتر من مره وعايز افاضل ما بينهم في الايديتنج واختار الانسب، فهو قطع لي الحتت دي وانا اقدر بعد كده اعدل عليها. لكن ما اظنش ان انا اقدر في الوقت الحالي اعتمد عليه في القطع بشكل كامل. انا اقدر اعتمد عليه يعني اختصر عليا جزء في الاول، لكن مش شايف ان انا اقدر اعتمد عليه بشكل نهائي. يعني ما اقدرش اقول ان الاي اي هنا شال تماما الورك بتاعي او الشغل بتاعي في ان انا اعمل كاتس، لكن اختصره. ومعنى ان هو اختصره واختصر عليا جزء من الوقت، فانا مثلا بدل ما هعمل الفيديو ده في ساعه هعمله في نص ساعه. فغالبا انتشار تكنولوجيا زي كده ممكن ياثر عليا كفيديو اديتور في ان انا مثلا العائد اللي انا باخده في الفيديو هيبقى اقل، لان في ناس قادره تعمل الحاجه دي اسرع وعندهم استعداد وطبعا مجهود اقل، وبالتالي عندهم استعداد ياخدوا فلوس اقل، فهضطر لي برده ان انا اقلل العائد اللي انا باخده في الفيديو اديتنج. فده احد الحاجات اللي ممكن نستشفها من تكنولوجيا زي كده. لكن هي هتستبدل اديتور في الوقت الحالي ما اظنش، لكن هل ده ممكن يحصل في وقت من الاوقات؟ ممكن جدا، لان يعني مثلا الاي اي دلوقتي مش بيعمل انسرت، يعني مثلا مش هيجي يفهم الكلام بتاعي ولما اقول مثلا الكويست 2 يجيب لي مشهد ليه علاقه بالكويست 2 اللي هي الديفايس اللي انا ماسكها في ايدي، لكن مع الوقت يقدر يعمل ده. بالمناسبه في برنامج اسمه فليك اتكلمنا عنه على القناه هنا قبل كده. البرنامج ده بيستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يحول لك النص الى صوت، وفي نفس الوقت يحول لك الى فيديو. يعني هو بيقرا النص ويفهمه ويحط لك يعني فيديوهات جاهزه، فبيعمل لك الفيديو في لحظات تقريبا، ممكن تتفرج على الفيديو لو انت حابب. فممكن مع الوقت نلاقي فيتشر زي كده تضاف. يعني الفيتشر دي اول مره تضاف هنا في البرنامج ده في المورا، كانت موجوده قبل كده في بلجنز اللي بريمير، بلجنز مدفوعه تعمل لك الموضوع بشكل تلقائي او كود بعض الناس كاتباه وانت بتاخده وتستخدمه. فممكن مع الوقت نلاقي ان هو كمان بيقرا التكست وكمان يبدا ان هو يضيف انسرت. مش شرط هيبقى بكواليتي قويه قوي زي الشخص، لكن هيقلل المجهود اللي الشخص بيعمله او الايديتور بيعمله، وبالتالي ممكن يقلل العائد اللي هو يقدر يطلبه في فيديو معين. فاللي انا عايز اقوله من هنا وجهه نظري انه الاي اي مش هيستبدل الفيديو اديتور، مش دلوقتي على الاقل، لكن ممكن ده يحصل في وقت من الاوقات. واللي هيحصل دلوقتي انه ممكن قدرتك على انك تعمل الفيديو هتبقى اسرع وبالتالي مجهود اقل. هنا بقى ممكن لو الناس اللي بتدفع يوتيوبر مثلا اللي ممكن تشتغل معاه او صاحب الشغل او الشركه اللي انت هتعمل لها فيديو، عند ما يدرك البوينت دي هيبدا ان هو يقلل المجهود او يقرر انه يعمل بنفسه. في المورا برنامج مش مكلف، مش صعب التعلم، فسهل ان الشخص يقول طب خلاص انا مش هعين اديتور او مش هجيب اديتور يعمل لي فيديوز، انا هتعلمه واعمل بنفسي، والاي اي ده هيساعدني ان انا اعمل حاجات كتيره بسرعه. في المورا بصراحه من البرامج الرائعه جدا. انا ادي يمكن 7 سنين دلوقتي في يوتيوب بتعلم برامج مختلفه ليها علاقه بعمل الفيديوهات. تعلمت فيديو سكرايب، دودلي، تونلي، عدد كبير جدا من برامج. برضو في الايديتنج ادوبي بريمير، كامتاجيا ستوديو استخدمه فتره طويله جدا، ومؤخرا في المورا. وفي المورا البرنامج الوحيد برغم ان انا بستخدم بريمير دلوقتي برضو، هو البرنامج الوحيد اللي انا ما زلت بستخدمه وساعات بستبدله ببريمير تماما، لانه برنامج رائع جدا. وكمان الابديت الجديده بتاعت في المورا 12 بالذات مثلا في الحته بتاعت الالوان اللي انا ما كنتش بعتمد على في المورا خالص فيها، كنت محتاج اعمل الوان في بريمير بعد كده اجي اكمل شغلي في المورا، بقت موجوده بشكل كويس جدا. فيعني لو انت حابب تستخدم في المورا هسيب لك اللينك طبعا في الوصف علشان تروح تستخدم البيتا فيرجن اللي هي 12، جربها قول لي رايك تحت. وفي نفس الوقت انت عايز تتعلم في المورا بقى وتعمل بيه فيديوهات يوتيوب، فيديوهات لعملاء، تشتغل كفريلانسر، وات ايفر انت تفكر تعمله، فانا بجهز حاليا لكورس عن فيلمورا. لو انت عايز تعرف اكتر عن الكورس ده وتشترك فيه فيعني هيكون ليك خصم كبير جدا وهيكون ليك مميزات اكتر من اي حد هيشترك بعد ما الكورس يكمل ان شاء الله. فهتلاقي تحت في الوصف وفي اول تعليق هتلاقي لينك، خش بس سجل بياناتك، واول ما الكورس يكون جاهز انا اتواصل معاك ونقول لك على العرض باذن الله. دلوقتي لو عندك اي اسئله او حاجه معينه حابب نتكلم عنها اكتبها لنا تحت في التعليقات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.